أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. ومثال النعت الرافع للضمير البارز قولك جاءني غلام امرأة غلام امرأة ضاربته هي آدم. ومثال النعت نعت مثال كيس الرافع رفعها للضمير البارز ضمير بوغدو برنانك يا لرفعها أو منفصلة قولك قولك أجواء أكو قوشات جاءني وحقي مدي غلام امرأة امرأة غلام كيدا إي مداد امرأة ضاربة هي قرعة أي واد أطيع لا يستهي ذا سال يستهاد. وجاءني أمة نائت أمة رجلنا إيت مدي رجل كل ضاربها هو واد السقوى وقرعة عياد. وجاءني غلام رجال إي مدي رجال ضاربه هم أي وقرعة عياد هذا معنى الضاربية يا قاتو رجاشا قاتو مجدد. وفائدة نعتك فائدة أولية تخصيص منعوت منعوتك أولا قاري يا الله قصي سواء إن كان هدوها منعوتي نكرة وذلك النحو تصالح مررت أني وحن سمر برجل النين رجل كو صالح واجد. وتوضيح منعوتك أولا عدية واي إن كان منعوتك معرفة الدوية وذلك النحو جاء زيد من زيدك العالم. وقد يكون إنه هذا الأركاء لمجرد المدحي مدحي قال الله نرتين إنه هذا نوادع كرتا أو صمنا قانون تخصيص يتوضيح لبعض بعض إلا أن تخصيص مكون نقاي نعطيك حوي من عودك حوي النكراء توضيح مكون نقانا من عودك حوي معرفة أصل لبعض بعضين أو ما كرا أو مجرد المدحي قصة على مركز هذا. وذلك نحو تسأل بسم الله ينكو ألفا الله سؤال الرحمن الله سؤال الرحيم حوي صفة المدحي وجوده الله سوء الرحمن صفة المدح الله سوء الرحيم صفة المدح مركب منعود كأن كلام الله ملك منعود كأن معرفة الله ملك أو أن كلام أنت اللي ده تخصيص لا عادمة ومعرفة أنت اللي أنا توضيح لا عادمة أي حواي مجرد المدح هو أو مسحينا غكتا لمجرد الدم هاي دارين الله دار تراد. وذلك النحو تصالح أعوذ بالله من قل من الشيطان يعني من قل الشيطان هو الرجيم لبوريي واد لبوريي واد المرجوم صفة الدم وصفة الصناد أو الترحم نحنيسين قلت وذلك النعم اللهم الله يرحمنا نحنيس عبدك أدونك المسكين عبدك المسكين صفة الترحم عليها. أو للتأكيد نقلت وذلك النعم تلك تاسع عشرة هاي عشرة دو كاملة وكاملة واد. وإذا كان المنعوت معلوما هدو هذا بدون النعت واد منعوت كحول هذا معلوم مثل كان بدون النعت نعته كسكوت وابلسكي غم جاز في النعت حاكمنا الإتباع والقطع رعسين إيه إيه قين لوضع حاكمنا أنت. ومعنى القطع حواء أن يعرف عن نعت نعت إلى رفعه على أنه خبر مبتدئ مبتدئ ومحذوف حتى وجوبات أو مسح نقا ينصب ميدي قرأه بفعل محذوف أن يقول ديد وحكر وقرأه قاد أو ينصب على الرأ أما نسبها بفعل نالو نسبها محذوف أو لحظة وذلك نحو الحمد ماذا لله الله أصغ نادي الحميد وأنيكرت الله الحميد نأنيكرت موجود الجر على الاتباع وكبر ننت والرفع وكبرنا انت او مركز حنقا يا ها ده هو كوشي وسماي الحميد مركز ترى حواي الرفع بتقدير او حله الحمد ما ذا لله الا وسناده هو الى يوا الحميد و وجد اما بالنسبه كان يقول حده الحمد ما ذا لله وسناده امدح وحن امانه الحميد انا امانه وجد اجاز في سيبويا وحكمني يا الحميد مركو لا يلا صعطة الحمد لله يلا صعطة الله الحميد وانجد مرة بواسفة سنت عيدة مرنا وقد مرنا اتباع يا اتباع واي وحير رعد لله يرعد مركان الرفع قايتان حواي مبتدا سوق قدري أما النسب يعني تكدك تحك سوق قدري فعل محذوف سوق قدري سأو أمدحه آد. وإذا تكررت النعوت مركا نعوديا صلى لابت لواحد يصلى لابت نعوديا دما يصلى لابت لواحد فإن كان المنعوت وضوء هذا معلوما من لسكي قانا بدونها نعوت لآنتاد أبلا يقام شيء قلس فيها وابا لسكي قام جاز إتباعها أبنان إلا الرعسية كلها وابنان وقطعها كلها إلا قجرنا وابنان إلا شيء سيدي سابا لقو يقاني وإتباع البعض وابنان وقطع البعض وابنان قيب إلا جرى قيب إلا الرعسية وابنان بشرط لكن حيكو بنانا يعرتاس تقديم المطبع مثل الرعسين إن الله هرم ريكو برنانتات وإن لم يعرفها دان لقرنين إلا بمجموعها شيء لما قرانا واحد كلما أقول سكر إلا بمجموعها نعود بطنيته إن لكل مية ماهين وذلك تسالي بأن احتاج من عودك إنه بعضها إليها نعود
وجب إتباعها كلها أبنات موجودة. هذا تصالح حاتري مررت بزيد زيد كو التاجري زيد كو الفقيه زيد كو الكاتب مقال التاجري الفقيه الكاتب سما. إذا كان زيد البركة الضوء نقد زيد كو الموصوف بهذه صفات اللغوة المهمة يشاركه في اسمي يا لو دكسر ثلاثة من الناس سدع خفضتك كميلة لو دكسر أو ماشي أي كأهدي نكار أو كأهدي زيد تاجر فقيه كاتب أحالة يلي زيد وحالة يلي زيد تاجر وحالة يلي علي تاجر كاتب على هذا ما زيد تاجر كاتب على هذا هذا حالة يلي زيد تاجر فقيه على هذا هذا أنا حاله لي زيد فقيه كاتب على هذا بس فهمنا كي هذا حاي مررت بزيد تاجر فقيه كاتب وينه أظن نيك سدح لحبسه ما هيسن نيك لا تاي منو أصل زيد ليرة مركز نيك الحون هذا مررت بزيد فقيه كاتب حكم غن نيك تاجر كم غن من سيك لا تاي من أصل حون هذا مررت بزيد تاجر كاتب أصل حكم غن مركز سدح لينك هرأو هاستي ميت كستو كميدة ولا لا هستا سما مركانو كل حواجه وجو اتبعها كلها اول يرا مركز زيد تاجر كاتب فقيه ليرا سو 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 قصي هدي لكن زيد لا اقون سكر لهي تي هره حين قي هدي زيد ايضا تاجر كاتب فقيه ايضا لراعين هدي زيد ان ليس كبا يقان او هالاي حاسو بها مركز جاز اتبعها كلها اول يرا زيد تاجر كاتب فقيه حكى لو بنا وقطعها كلها اول يرا بنرتب زيد فقط مددو حاكى لو بنانا اتباع البعض زيد تاجر او فقيه كاتب ولا كتب حاكى او قطع البعض للسبي مددو بعضنا لا قبنا ولا قدر انت ما كوغو براني دول marka lagu leeyo wajabal idbaac la ki hawaay labsi aad caay ninkaana ninkaan kala xoolo wata saddex sifo ninkaan u qaatay laba kamid ninkaana wato lamadii oo ninkaan ka qaatay hal kamid iyo halka loo meeshi ku harana ninkaan kale taa wato ninkaan markii saddexdiisa loo wada sheegay xayna qey wajubeyna qaysaa hada misrafani ee wa inta ayaynaha duu ciino way laakiin ka warane bi badha oo ku ciinoba oo asal lagu yaqaan jaayis markaas fiima cadaad dalika badha ha ku banaan al wujuh thalath sadax dia ku banaan aydan oo badhiga sawar ha ku banaanaha al idba' kulha al qad' kulha idba' al badh wa qad' al badh ha ku banaanaha yaani ninka ana tusale zayd tajir faqih katim samayn ninka ana waxa lagu yaa zayd tajir dil la nima asay hanba ku dhacme marka faqih katim oo ragan kale ay la kala wadaagayeen أحال وسمها سدح كوبنان فقيه كاتب قال إدباع كلها وكوبنان قال إذا زيد تاجر فقيه كاتب إن قبل الرعية إذا زيد تاجر فقيه فقيه الإيراني أو كيك على لقتك أنا وكوبنان مرك إدباع البعض وقطع البعض أو هالعباء قال إدباع كلها القطع كلها سدح له وكوبنان تعال باب العطف والله سبحانه وتعالى أعلم.